يعني شايف المحاضره بتاعت الدكتوره هتبقى معاكم بقى طبعا الماتيريال هتراجعوا معاه كويس. بس قبل ما نبدا المحاضره بقى عايز اقول لكم حدث كده كلكم هتشتركوا فيه، قانون بقى وقضايا هتجيلكم. ماشي، نرجع للحادث بتاع القطر بتاع محطة مصر ده، إن جهات التحقيق بتحقق مطلوب من حضرتك ومن حضرتك بصفتكم محامين، لأن طبعا هيبقى فيها محامين كتير جدا مدعين بالحق المدني مصابين ومتوفين، فمطلوب حضرتك. احنا شفنا الواقعة كلها، كلنا شفناها وعرفنا بدأت ازاي وانتهت ازاي. التكييف القانوني بتاع الواقعة دي هيبقى ايه؟ عندك جرار وعندك قطار. الجرار دخل محطة مصر، الجرار كان مقابل، صدموا ببعض، الجرار وقع، التانك بتاع الجرار طبعا فيه سولار انفجر. الانفجار ادى الى ايه؟ اصابات كتير جدا، متوفين كتير، اضرار بالمال العام موجود. نشوف بقى انت بقى على ضوء اللي احنا شفناه ده نحدد. عندنا اتنين، سواق الجرار وسواق القطار. سواق الجرار ساب الجرار ونزل تشاجر مع سواق القطر، وده ادى الى ايه؟ لانه ساب الجرار، الجرار اتقلب انفجر وراح تشاجر مع قائد القطر اللي كان مقابل. هنا بقى عندنا اهمال وعندنا خطا وممكن نصل للعمد، لسه التحقيق هيقول هيسفر عن ايه. وتكييف القانوني للواقعه دي هيبقى ايه؟ هل هيبقى جنحه؟ ولا هيبقى جنحه ايه؟ اهمال؟ جنحه قتل واصابه خطا؟ قتل عمد والمصابين يبقى شروح في قتل، او جنحه والمصابين يبقى اصابات؟ ده كله هيتوقف على التكييف القانوني للواقع. النيابه هتكيف ايه الواقعه دي؟ هل زي ما قلنا كده عندك اهمال؟ اه فيه. طب نزول قائد الجرار وانه يترك المركبه بتاعته ويحصل اللي حصل ده وينزل يتشاجر مع سواق القطار الثاني، ده مش مطلوب حضرتك تقول يا بيه. اسمعني بعد اذن حضرتك، انا بقول الكلام ده وكل واحد مع نفسه بقى كده لما نروح يقعد يقول التكييف القانوني من وجهه نظر حضرتك ايه، ومن وجهه نظر حضرتك بصفتنا محامين رجال قانون وهنبقى موجودين هنا. دي قضيه موجوده على الواقع، شفناها، شفنا احداثها، شفنا احداث الواقع. يعني اول مره تشوف حدث واقع زي دي فيها عده جرائم، فيها تكييف قانوني للواقع. هيبقى التكييف اللي النيابه هتوصف بيه الواقع ايه؟ احنا شرف، ما احنا رجال قانون زي النيابه. فكل واحد من وجهه نظره يبحث ويبحث ويحط الواقع قدامه ويشوف النصوص القانون اللي هتنطبق ايه. ما احيانا قضيه القطر هو ماشي بواحد بيصطدم بيموت، ما بتبقاش جنحه، بتبقى عوارض وتتحفظ. لكن اللي حصل ده اي حادث في القطر طالما على خط قضبان القطر واصيب او توفى اللي بيتقيد محضر عوارض ويتحفظ. ليه؟ لان مفيش مسؤوليه على قائد القطار. يا بيه هسمع محاضره، خلي بالك احنا معانا محاضره. يا بيه هو انا بقول لحضرتك، انا عايز اسال دلوقتي كل انا بقول ده وانتم مع بعضكم كده لما تروحوا اقعدوا ابحثوا وكل واحد يقول رايه ايه؟ دي هتتكيف ايه؟ وهيبقى فيها كم اتهام؟ كل ده احنا شفناه ولازم نتفاعل معاه بقى
ونقول طبقا للقانون هيبقى ايه؟ جنحة اهمال، هيبقى قتل واسامة خطا، هيبقى اضرار بالمال العام، هيبقى في حريق. ما احنا عندنا حريق، يعني شوفي عندنا كم اتهام: اصابه ووفاه وحريق واضرار بالمال العام. كل دي اتهامات، وكل دي القانون بيديها الوصف القانوني ليه، وبعد كده المحكمه تدي عقوبه الجريمه الاشد. لسه مش عارفين بقى هيبقى القيد والوصف ايه. احنا هنبحث في ده وهنسمع منكم بعد كده القيد والوصف اللي كل واحد هينتهي، كل واحد، لان كلنا محامين وكلنا ممكن يجينا توكيلات نحن مدعين بالحق المدني. يبقى دي واقعه بالنسبه لكم، يعني دي هتاثر فيكم من الناحيه القانونيه والبحث كويس جدا. ابحث في الاجراءات، ابحثوا في قانون العقوبات، ابحثوا في قانون السكه الحديد، كل ده مجال بحث. وفي الاخر كل واحد منا يسبق القيد والوصف القانوني من وجهه نظره على الواقع. ودي ممكن تكون، خلي بالك، يعني هي واقعه مهمه جدا، لان فيها تعدد، فيها اكثر من 4 أو 5 اتهامات، وخلي بالكم فيها تعدد المصابين، وتعدد المصابين ظرف مشتت برضو، خلي بالك. كل ده لازم نحط في الحسبان، عشان دي هتبقى مجال محاضره عمليه محترمه قوي، ودي برضو نحطها في اعتبارنا لانها مهمه، ممكن تبقى مجال اعتباراتنا. فاحنا انا قلت بقى دوت عشان مع بعض، وتليفوناتنا هديها لكم، وطول الفتره اللي احنا هنقعدها هنشوف، لان هنحدد لها محاضره، هنشوف كل واحد يعمل التصور للقيد والوصف للتهم اللي موجوده، كل التهمات اللي موجوده كلها، ونقول القيد والوصف الفني بتاعها ايه. هنبدا دلوقتي مع الدكتوره، ننتقل بقى للغه الانجليزيه. النهارده محاضره طبعا مهمه عن المرات اللي فاتت، لان احنا هنراجع مع بعض، الدكتوره هتشرح واحنا هنراجع مع بعض. فاعتقد ان احنا نكون حريصين بقى ومن ايه، ما نضيعش وقت. وفي كمان حاجه، في كورس انجليزي الدكتوره هتعمله، زمايلكم طلبوا ان يتعمل، والمحامين في اللقاء طلبوا كده برضو. اللي عايز يشترك في الكورس يكتب اسمه، اللي عايز يشترك في الكورس، ده ما لهش علاقه بالنقابه، احنا النقابه بتاعتنا والمعهد بتاعنا ده بنجيب، احنا شايلين الليله كلها. اما الكورس فعلى حساب الدكتوره، لانه ايه، حاجه خاصه، كورس على حساب الدكتوره. اللي لينا فيه بقى كنقابه ان احنا هنفصل معاها بالمعنى البلدي، تقول كذا نقول لا احنا كذا. ليه؟ لان احنا لسه في محامين يعني بنتعلم. فده اللي لكم عندنا. النهارده تاخدوها دلوقتي ولا after listening court؟ تسمعوا
عنجد بتفكروا في حاجة إن ده lesson part، يعني إحنا مش هنشوف فيديو، إحنا we're just lesson وكلمات مكتوبة قدامكم. عندكم الاستراكت كله مكتوب قدامكم. Hi, I'm Ollie. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you can learn how to talk about your family in English. Okay. يبقى listening topic إيه؟ How to what? How to talk or how to speak about what? About your family. Do you have a big family? What do you like doing when you spend time with your family? هو كان بيسألكم بيقول لكم إيه؟ Do you have what? Do you have a big family? Okay. خدوا بالكم الكلام كله مكتوب. Talking about family can be a good way to start a conversation in English. So it's useful if you know what to say and if you have some questions to ask. Let's start with something simple. Part one, introducing your family. Let's start with the simple sentences. يعني ايه simple sentences؟ جمل بسيطة، okay؟ انت لما هتبتدي تعرف عيلتك، هتبتدي تقولوا ايه؟ قبل ما اشغل الناس. انا عايز الفت نظركم ان ده جزء من يعني ده topic من مجموعة topics إن شاء الله أجيبها لكم مهمة جدا في حاجة لو تسمعوا عن في امتحان اسمه IELTS عارفينه؟ طيب IELTS ده مهم جدا أنتوا ما تعرفوش تسافروا بيه بره مصر إلا لما تاخدوه، ما تعرفوش تشتغلوا في مكان بيتكلموا فيه English إلا لما تاخدوه. المفروض إن الامتحان ده بيبقى 4 parts. البارت بتاع السبيكينج الخاص بالسبيكينج لازم هيسألك فيه عن حاجة تخص your family, your home, your hobbies عشان يشوف قد إيه أنت بتقدر ترد على الأسئلة وتعرف. أوكي؟ أنا عايزاكم تركزوا. Okay, so let's start with a simple sentence. There are people in my family. يبقى we're gonna start with what? There are people in my family. يبقى أول حاجة هبتدي أتكلم بيها أقول إيه؟ عدد أفراد إيه؟ العائلة. There are people in my family. إيه people in my family؟ هحط إيه في النص؟ الرقم العدد. There are 4 people in my family. There are 6 people in my family. ناخد بالنا إن إحنا بنقول people مش persons. ناخد بالنا إن إحنا بنقول people مش persons. So you can say there are 5, there are 10, there are 30 people in my family. That's not very hard, but it's not very interesting either. You should say who these people are. There are 10 people in my family. There are 6 people in my family for example. هنعمل ايه بعد كده؟ ايه الخطوة الثانية؟ هنبتدي نقول ايه؟ Who these people are؟ يعني هبتدي اعرف افراد العيلة، اوكي؟ هبتدي اعرف افراد العائلة الخاصة بيا. I have 2 sisters, my brother, my uncle and aunt, 2 grandparents and my parents, of course. احنا اخدنا example وقلنا ايه؟ متابعين مع نفسي؟ طيب الاكزامبل قال لنا ايه؟ There are what? 10 people in my family. ايه هم 10 people in my family؟ I have 2 sisters, 1 brother, my uncle and aunt, 2 grandparents and my parents. في اي كلمة محتاجين اترجمها في اللي هو قاله في 2 sentences؟ طيب اوكي نكمل. There are 4 people in my family. My wife, my 2 sons, and myself. Okay. What else? There are
my wife, my two sons and myself. هو احنا عندنا انواع من العائلات ولا هي عائلة واحدة؟ يعني عندنا حاجة اسمها عائلة مباشرة وعائلة منفردة ولا؟ بالظبط كده. طيب هنلاقي عندنا number two talking about brothers and sisters. Part two, talking about your brothers and sisters. How many brothers and sisters do you have? You could say. طيب احنا عايزين نسأل حد عن عدد اخواته ايه المفروض؟ ايه هو الكوستيوم؟ انا كاتبه لكم هنا. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and one sister. I just have one sister. I'm an only child. Okay. ممكن تكون الانسر طبعا على حسب العائلة. I have two brothers and one sister. I just have one sister. I'm an only child. يعني only child. يعني I don't have brothers or sisters. Let's make it more interesting by adding more information. Are your brothers and sisters older or younger? Where are you in the family? يبقى ايه second question اللي احنا ممكن نسأله؟ يبقى اول سؤال انا ممكن اساله لحد اقول له ايه؟ اقول له how many brothers and sisters do you have؟ طيب بعد كده اقول له ايه؟ are your brothers and sisters older or younger than you؟ يعني اكبر or اصغر؟ طيب او اقول له ايه؟ Where are you in the family? Where are you in the? يعني ايه where are you in the family? ترتيبك. I have two older brothers and one older sister. I'm the youngest in the family. I just have one sister who's 5 years older than me. I'm the middle child. My brother is 2 years older and I have a younger sister who's finishing university. Immediate family, that means you,
your husband or wife, your children, parents, and brothers and sisters. Then you have your extended family. That means aunts, uncles, cousins, nephews, nieces, grandparents, grandchildren, and so on. How do you know you only hear one about immediate family? What is your immediate family? Your husband? Your wife? What else? Your children? Your parents? Brothers and sisters? But what is the extended family? Uncles? Aunts? Cousins? Nephews? Nieces? Grandparents and grandchildren? And Allah says, God has time to lead his family in all number three over the Dhamma Qadir. Now, you can give more details about the people in your family like this. My immediate family is quite small, because I'm an only child. My mom is one of five children, so I have a lot of cousins who are kind of like my brothers and sisters. There are six people in my immediate family. My parents, my brother and his wife, my sister and me. I have a lot of other relatives, but they live in Canada, so we don't see them often. Part four, talking about your children. Okay. Four and three again. My immediate family is quite small. طب لو احنا immediate family عندنا كبيرة هنقول ايه؟ ها؟ هنقول quite small ولا هنقول we do have a big family. We do have what? Big family. طيب. ليه هو بيقول ان immediate family ان تخصه صغيرة؟ عشان هو ايه؟ He's what? Only child. He doesn't have any brothers or sisters. My mom is one of five children. يعني ايه my mom is one of five children? يعني هنا ليها كام؟ How many brothers and sisters does she have? Four. طيب. I have a lot of cousins who are kind of like my brothers and sisters. يعني ايه cousins? أولاد العم أو أولاد بنات الأخت أو الأخت يس طيب there are six people in my immediate family my parents my brother يعني my parents my brother والدي okay وأخوي and his wife my sister and me I have a lot of other relatives يعني relatives أقارب But they live in Canada, so we don't see them often. هي often or often? Both of them. Often or often? Both of them. طيب. عندكم استعداد نرجع للقضية؟ بتحبوا تحلوا القضية؟ وأنا هحطلكم الأنسر في الآخر. عايزين تحلوها على حسب القانون الخاص بالبلد اللي احنا بنحل فيها القضية على حسب مصر هنا على حسب مصر هو ال 24 ساعة بيجي
ده طبعا اكيد ساعدك يا حضرتك، ده ان لا يجوز للشرطه حجز المنتهى اكثر من 24 ساعه من عرض على النهايه، ده اجراء. اما العقوبه في البدايه 3 سنين، وفي بقى 3 سنين سجن، وفي 3 سنين مشدد، وممكن المحكمه تعدل تضرب وصف من الجنايه يكون حاولت تقوم بالكلحه وهي بتضرب من الجنايه وهي بتضرب بالكلحه برضه، لان حق المحكمه في الجنايه لو انتهت الواقع كلحه ما تدهاش المحكمه تدي بيها هي عقوبه الكلحه، لان هي تملك اختصاص الاصيل. المفروض ان هو بيتر اقام ضده دعوه في المحكمه، تفتكروا ايه؟
هي برضه الدكتور عاشور مش محاميه يا فندم، هي بتقول مين نبع حدنا نقف مين المتهم اللي تعدى الحريق على البيت عشان افهم ايه اللي يثبت بقى والدليل اللي يثبت ان هو ده المتهم. هو هي هي القضيه، احنا بنتكلم قضيه قضيه اللي من دورها ما هي نفس القضيه نفس القضيه ونفس الادعاء هنا وفي اي دوله، بس كل دوله لها نظام او يعني مستفيدين من 95% من التشريع يعني. لكن هي بتقول في حريق موجود، ومين هنقول مين المتهم في الحريق وايه الدليل على ان المتهم ده اللي حرق عشان الحريق عام. في بوينت كمان، هل بناء الفندق ده دليل كافي على انه هو الدليل على وقعه في اي مكان ده بيعتبر لازم ان يكون دليل يقين جازم، انما النهارده في قرينه والقرينه دي كانت تقبل الفات العكس والقرينه مش دليل، لكن الدليل دليل موجود جرائي يترتب عليه صحه الاتهام الواقع للمتهم. ده دليل دليل قوي، شهاده دليل مالي تقرير فني، دول كلهم بيجتمعوا الادله دي عشان نقدر نوجه اتهام للمتهم بعينه على ارتكاب الفعل المجرم عشان نحله للمحكمه. ها؟ جربتوا تحلوا اول واحده؟ My parents. ها؟ Love or are loving. هنعتبر ان احنا بنتكلم على فاكت، هتبقى لو انا بتكلم على فاكت هتبقى لف، لو انا بتكلم على فاكت هتبقى يعني هما مش هينقلوا دلوقتي، هما هيعيشوا على طول، هتبقى لف. طيب the second one، I my parents twice a month. I visit ولا I'm visiting؟ لو هي عادة تبقى visit. طيب what are you doing there؟ المفروض هتبقى ايه؟ هتبقى I watch ولا I'm watching؟ I'm watching. Type 4. Watch carefully. A cucumber and it into small pieces. I'm cutting ولا cut. I'm cutting while I'm taking or cut and take. Cucumber يعني خيار. Watch carefully يعني شاهد بإيه؟ بحذر، أو يعني لاحظ بحذر. First I بيعمل إيه؟ I'm taking a cucumber and cutting it into pieces. And what؟ بيقطع، يعني إيه cut؟ يقطع. طيب number 5، I will follow. I will follow you wherever you go. عايزة أقول لكم إن هي تنفع حاجتين هنا. Go will go، لأن أنا عندي الـ present sample أقدر إن أنا أستخدمه إنه يدل على الـ future. Okay, the last one. هي دلوقتي واقفة على التيبل ناو، هتبقى ايه؟ Why does she stand or why she standing on the table؟ ناو هناخد ING ولا هناخد present simple؟ لما حاجة هتحصل دلوقتي. أنا حاطة exercises كتير عشان أنا عارفة إن أنتوا بتفصلوا في النص. ING ولا present simple؟ ING. قادرين تاخدوا جزء بسيط من الإيديومز؟ ها؟ يعني ما ناخدش جزء الإيديومز النهارده؟ طيب لو أنا قلت لحد كده أوكي هتذاكروا ده كويس؟
طب انا عايزه الفت نظركم لحاجه، ان انتوا عندكم تاسك هنا. انا حاطه لكم تاسك ان انتوا ترايت اباوت يور سيلف اند يور فاميلي. يعني انتوا ان شاء الله هتكتبوا لي عن ايه؟ A paragraph about yourself and your family. Okay. Thank you today.